أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيانتنا مدرسة. حلقة اليوم مخصصة لطلبة الصف الأول الصناعي تخصص تبريد وتكييف الهواء. كل سنة طيبين، هنبتدي العام الدراسي الجديد. دخولك قسم التبريد والتكييف دي حاجة تشرفنا، واجب علينا دلوقتي. أنت بذرة صغيرة لسه محتاج نمو، محتاجين إن احنا نقف وراك. أنت الجيل الجديد اللي هتمسك قسم التبريد والتكييف. طبعا دخولك قسم التبريد والتكييف ممكن يبقى على اساس مجموعك، ممكن يبقى على اساس رغبتك، ممكن تكون محول عايز تحول منه. النهارده هنتكلم على قسم التبريد والتكييف قبل ما نتكلم في الماده الخاصه بنا. مادتنا النهارده هي تكنولوجيا عامه، بس قبل ما نتكلم في ماده التكنولوجيا عامه هنتكلم على مواد التخصص اللي موجوده في الصف الاول. نبص عليها مع بعض ونشوف اهميتها في دراستنا للتبريد والتكييف. بس في البدايه احنا محتاجين ان احنا نرسم طريق لمستقبلك. يعني انت مش داخل قسم التبريد والتكييف عشان يبقى معاك دبلوم صنايع وراح اشتغل اي مهنه ثانيه، لا، مهنه التبريد والتكييف مهنه كويسه جدا وبتقدر جدا اللي بيشتغل فيها وبيكون عنده معلومات قويه. طيب انا دلوقتي داخل دبلوم صنايع، دخلت تبريد والتكييف او دخلت قسم ثاني وعايز اروح تبريد والتكييف. طيب ايه مميزات التبريد والتكييف؟ هتعمل بيه ايه؟ زي ما قلت لك كده، انت دخلت تبريد والتكييف، انا عايز اكون في حاجه، نعمل في حاجه. طيب نرسم مع بعض طريق. دلوقتي انت بتاخد في المدرسة عندك جزء نظري وبتاخد جزء عملي بالنسبة لمواد التخصص. طب انا عايز استفاد استفادة كافية جدا اقدر اشتغل فيها في الشغل بره. طيب الموضوع طبعا معتمد، مش معتمد اعتماد اساسي اللي انا اخد في المدرسة شوية مواد وذاكر وامتحن وانجح، لا، محتاجين شغل عملي. يعني احنا بنقول مع بعض احنا محتاجين ان احنا نرسم طريق، نرسم طريق للمستقبل. يعني انا كطالب او انا ولي امر ابني دخل تبريد وتكييف، محتاجين نعمل ايه؟ مش محتاج ان انا اروح اشتغل في اي حاجه تانية بعيد عن التخصص، وانا تخصصي تبريد وتكييف الهواء. طيب انا هشتغل في التبريد وتكييف، ايه المميزات اللي هتقابلني او ايه المميزات بتاعتي؟ اول حاجه قلت لك لازم تستفاد استفاده قويه جدا من الناحيه النظريه والناحيه العمليه. تمام، انا استفدت ناحيه نظريه في المدرسه، عايزك بعد كده انا اروح اشتغل في المجال، اروح اشتغل في العملي، اروح اشتغل مثلا في صيانه التكييف، صيانه الثلاجات، افهم الموضوع في خلال الدراسه. بعد كده بتطلع من الدبلوم انا راجل فاهم ناحيه نظريه وفاهم ناحيه عمليه. في سوق العمل لما باجي اشغل اي حد وبطلب ناس تشتغل معايا بيتقدم لي 1 و2 و10 و20، انا بختار مين؟ بختار الاكفأ، بختار اللي هو عنده المهاره. انا محتاج فني، محتاج فني يشتغل مش اعلمه، هو ده السوق. فمحتاجين ان احنا اي حاجه فيها عملي لازم اهتم بيها كويس جدا واتعلمها كويس جدا. خلص الدبلوم مثلا عندك جيش، خلص اشتغل، حاول مثلا لو في مصنع بيصنع اجهزه تكييف ثلاجات اروح اشتغل واشوف الحاجات ديت بعيني واجمع. اهم حاجه من الماده اللي انا اكتسب مهارات واكتسب معرفه قوية جدا، دي اللي هتقويني، دي اللي هتقني في سوق العمل. بعد كده مرحلة وخلصها، بعد كده أفكر أنا شغال في التلاجة، أنا شغال في جهاز تكييف، أنا عرفت في سبليت، في شباك، لا، بعد كده أخش على التكييف بقى، أنا عايز حاجات أقوى من كده، أخش بقى على التكييف المركزي والكلام ده. طب الكلام ده هلاقيه فين؟ مثلا بقى تطلب بقى شغل في فنادق والكلام ده، وإحنا عندنا الكلام ده كتير في شرم الشيخ والغردقة، كله فنادق، ما في الاعتماد الأساسي في أي فندق على التبريد والتكييف. روح اكتسب المهاره ديت، اعرف يعني ايه فان كويل، اعرف يعني ايه تشيلر، اعرف يعني ايه تكييف مركزي، اعرف يعني ايه وحده مناوله هواء، واتعلم وادوس بايدي. بعد كده الطريق دوت اخرته كويسه جدا، انا ممكن في يوم من الايام ابقى صاحب شركه اجهزه تكييف ثلاجات. من ايه؟ من المهاره اللي انا اكتسبتها وتعبي في اللي انا اكتسبته. ده طريق ممكن اخده بعد الدبلوم، بس في طريق تاني، انا ممكن بعد كده اجيب مجموع اخش كليه، ومن كليه اقدر احضر دراسات عليا وتاخد الطريق ده. طب ده طريق ده ايه؟ ده انا اطلعه، ده انا ممكن اطلع مدرسه، اطلع مدرس، مهنه شريفه، مهنه قويه جدا. ده للي حابب تبريد وتكييف، الطريق عندك مفتوح لحاجات كتير. النهارده زي ما قلت احنا بندرس ماده اسمها تكنولوجيا عامة، الماده دي قويه جدا ودسمه جدا ومليئه بالمعلومات. فيها معلومات كويسه جدا هتكفيك السنين اللي جايه كلها، هتاخد منها اجزاء السنه اللي جايه والسنه اللي بعدها لو ربنا كرمنا ان شاء الله وكملنا. طيب هناخد مع بعض ايه المواد اللي احنا ندرسها في مواد التخصص في الصف الاول.
وكل ماده من دي ماده تقيله وبتهمك في التخصص. يعني مثلا عندي ماده اسمها اجهزه قياس. ايه اجهزه قياس دي؟ بدرس فيها اجهزه القياس اللي احنا بنشتغل بيه. يعني مثلا انا بقيس درجه الحراره يبقى عندي ترمومتر، انا بقيس الضغط، انا بقيس كل حاجه انا بقيسها، عايز ادرس الماده ديت افهم منها اطلع منها شويه معلومات هتفيدني في العمل. وغير كده انت عندك في الصف الاول عندك نص نظري ونص عملي. الحاجه اللي انا بدرسها في النظري هتنزل في العملي وهتبص عليها وتشوف شغلها وتشتغل عليها. فماده اجهزه القياس ماده قويه جدا ومليئه بالاجهزه اللي هتفيدك كتير. تاني ماده معانا ماده الامن الصناعي. ماده الامن الصناعي ماده موجوده عندك في الصف الاول والتاني والتالت، ماده كويسه جدا بنستفاد منها. اي مصنع او اي شركه بيشغل عمال بيبقى عنده قسم مخصص للامن الصناعي. ما ينفعش، لازم يبقى فيه امن صناعي. وهقول لك ليه لما نيجي نشتغل في الماده ديت، اللي انت بيفيد العامل نفسه وبتفيد الشركه وبتفيد صاحب العمل، الثلاثه مع بعض الماده ديت. ليه؟ انا راجل صاحب شركه، انا عامل الكلام دوت عشان اكسب، والعامل رايح عشان يكسب، هما الاثنين عامل مشترك. بس في مخاطر في الشغل بتقابلني بتضيع المكسب هنا وبتضيع المكسب هنا. هندرس الماده دي وماده قويه جدا. بعد كده عندي ماده اسمها مبادئ كهرباء. طبعا لو انت بتمسك اي جهاز تكييف او اي ثلاجه عندي بتتكون من جزئين، جزء كهربي وجزء ميكانيكي. ما ينفعش ان انا اشتغل في جهاز تكييف وانا مش دارس كهرباء، لازم ابقى فاهم موضوع الكهرباء وانواعها والكلام ده كله واقوم انا لمه. بعد كده عندي ماده اسمها ماده خامات. طبعا انت بتشتغل في التبريد والتكييف، عندك بتشتغل بتلاقي صاج، بتلاقي حديد، بتلاقي نحاس، بتلاقي الحاجات دي كلها. فانا بدرس الخامات، اشوف كثافه وادرس كل حاجه تخص الخامات. عندي ماده اللي هي مادتنا النهارده تكنولوجيا عامه. زي ما قلت لك ماده مليئه وماده دسمه فيها معلومات كتير جدا، بيطلع منها مواد. يعني ماده في الصف الاول بيطلع منها مواد، في ماده اسمها فلويد، في ماده انتقال حراره، هي ترانسفير، الحاجات دي كلها هنلاقيها جوه الماده بتاعتنا. في مادة مهمة جدا كمان معانا اسمها الرسم الفني. يعني انت لما بتشوف طالب الهندسة بتلاقيه شايل المسطرة والبالطو ورايح كلية الهندسة بتاعته، بيشتغل رسومات من اللي احنا هنشتغل عليها. يعني احنا في بعض الرسومات احنا بنخلصها طالب الهندسة بيروح لسه بيتعلم فيها. فمادة قوية جدا، مادة ممتعة، فيها تخيل واسع جدا للشغل، مش معتمد على حفظ. نيجي بقى ناخد كده بعض الأجزاء اللي موجودة في كل مادة ونستمتع بيها ونشوف المواد اللي احنا ندرسها في الصف الأول ممتعة قد إيه. أول مادة هتقابلني مادة اسمها أجهزة القياس، زي ما اتكلمنا اللي احنا بندرس فيها أجهزة القياس. طيب أنا في المادة ديت هنتعرف على إيه؟ في المادة دي هتعرف على وحدات القياس، ووحدات القياس عندي طول، كتلة، ضغط، درجة حرارة. وحدات القياس أنا تفيدني بإيه؟ مثلا أنا بقيس طول أو بقيس مثلا مسافة من هنا لهنا، المسافة دي قد إيه؟ المسافة دي والله أنا بقول عليها المسافة ديت مثلا 1 متر، ما ينفعش أقول عليها 1 كيلو، 1 كيلو جرام، ما ينفعش أقول عليها 1 بار، الكلام ده ما ينفعش معايا. يبقى طبعا لما أجي أقيس، طيب كتلة، كتلة مثلا بقيس الوزن دوت بشوفه قد ايه؟ بلاقيه مثلا 5، 5 ايه؟ 5 متر؟ لا لا، 5 كيلو جرام. يبقى كل وحدات بتعبر عن نفسها. لو انا بتكلم على طول، لو بتكلم على كتلة، لو انا بتكلم على ضغط، او انا بتكلم على درجة حرارة. بعد كده هتعرف على أنظمة القياس. عندي في حاجة اسمها النظام الدولي، وعندي حاجة اسمها النظام الإنجليزي. الموضوع دوت مهم جدا. عندي النظام الدولي والنظام الانجليزي، دي ليها وحدات ودي ليها وحدات. انا بقدر احول من هنا لهنا، بس دي ليها وحدات لوحدها ودي ليها وحدات. طيب ده بيفيدني بايه؟ في بعض الدول انا بتعامل بالنظام الدولي، زي احنا في مصر هنا بنميل للنظام الدولي، وفي النظام، في ناس بتميل للنظام الانجليزي. في بعض البرامج اللي هي خاصه بالديزاين تيجي تقول لك في البدايه كده انت هتشتغل نظام دولي ولا نظام انجليزي، انت اللي بتختار على اساس شغلك. انا بتعامل مثلا بالكلفن، بتعامل بالفهرنهايت، ده انا هتعامل كده بالنظام الانجليزي او هتعامل بالنظام ايه الدولي. طب ايه هي الوحدات ديت؟ نبص مع بعض. النظام الدولي لو انا بتكلم على طول
يبقى النظام الدولي انا هنا الوحده بتاعته بتكلم بالمتر، اما بالحاله النظام الانجليزي فانا هنا بتعامل بالقدم. طيب بالنسبه لدرجه الحراره، درجه الحراره في النظام الدولي بتتقاس بالمئوي او الكلفن، اما في حاله النظام الانجليزي فانا بقيس بالدرجه فرنهايت. طيب دي بعض الوحدات، يعني انا بتكلم دلوقتي طول، درجه حراره، كتله. في النظام الدولي لما اجي اقيس انا بقيس بالجرام، اما في النظام الانجليزي فانا بقيس بالباوند. دي انظمه القياس. طب نيجي ناخد بعض ايه بقى، بعض الاجهزه اللي خاصه بالقياس. زي ايه؟ عندي حاجه اسمها قدمه ذات الورانيه، بتستخدم في ايه؟ قياس الابعاد الداخليه والخارجيه والعمق. شكلها اهي. طبعا انت لما تنزل العملي وانت في سنه اولى هتاخد اجهزه القياس، هتنزل هتشوف القدمه شكلها عامل ازاي، بس انت في النظري عارف ديت بتعمل ايه. دي بتعمل ايه؟ انا بقيس، اقدر اقيس بها الابعاد الداخليه والخارجيه. يعني مثلا لو عندي قطعه من الحديد حاططها هنا اقدر اجيب لك البعد بتاعها قد ايه، او هي القطر بتاعها قد ايه. تمام. وهنا نفس الكلام، انا لو عندي هنا تجويف وعايز اشوف التجويف دوت القطر بتاعه قد ايه، هي دي بتقوم قايساه، واقدر اقيس كمان به العمق. يعني جهاز ممتاز جدا. طيب شوف بقى الايه الابديت اللي حصل في القدمه ذات الورانيه. كان زمان بالشكل اللي احنا شفناه قبل كده، دلوقتي بقت ايه؟ ديجيتال. يقيس ويديك القيمه على طول. ده بيقيس من يعني اقل من الملي، يعني بيشوف لك، يعني دي بيقول لك انها مثلا 2 و 182، يعني حاجه ايه، جايب لك كل حاجه. طيب نيجي بقى لاجهزه قياس درجات الحراره، الترمومتر. كلنا عارفين الكلام ده، كلنا بنقيس درجة الحرارة، لو حد مثلا عيان والكلام ده يقيس درجة الحرارة، شوف درجة حرارته قد ايه، 30 34 28 36، عن طريق الزئبق الموجود جوه بيقول لك درجة الحرارة بتاعتك قد ايه، بتمدد ايه بالحرارة. موضوع كويس. طب دوت هيفيدني في التبريد والتكييف؟ اه طبعا، ده اساس التبريد والتكييف، تمبريتشر، درجة الحرارة. عندي جهاز تكييف، انا بقى لما اجي اظبطه بظبطه على ايه؟ اظبطه على 23، اظبطه على 24 22، ما دي درجة حرارة. بيبقى عندي ثرموستات زي الترمومتر كده، بيحس بدرجة الحرارة، أول ما يلاقي إن درجة الحرارة اللي أنت ظابطها جت عليها ينفصل لك الجهاز على طول وفصل لك الكمبريسور. نفس الكلام موجود في التلاجة. التلاجة بحفظ فيها المأكولات، بحفظها عند درجة حرارة معينة، ممكن أعلي وممكن أقللها، الكلام دوت موجود في الثرموستات. كلام كويس جدا. وأول ما تيجي درجة الحرارة ينفصل لي، ينفصل الكمبريسور. تمام. طبعا دي أشكال تانية، عندي هنا ترمومتر بس ديجيتال، بيجيب لك درجة الحرارة على طول. التاني كان عندي نوت مؤشر وبعض اشوف درجه الحراره قد ايه وبقرا، اما لا ده نظام ديجيتال، هنا بتقرا القيمه على طول مباشره. وطبعا ده انواع تانية من اجهزه قياس درجه الحراره كلنا عرفناه وكلنا شفناه في المدارس. لما بنيجي نخش المدرسه بيقيس درجه الحراره عشان لا قدر الله لو حد عنده كورونا ولا حاجه بتبقى درجه حرارته مرتفع اعرف على طول. ديت حاجات اتعملت الابديت لاجهزه الايه الترمومتر، ده كله هندرسه. عندي حاجة مهمة جدا، الضغط، أجهزة قياس الضغط، المانومتر. طبعا الكلام دوت بيفيدني جدا في أنظمة التبريد والتكييف. أنا عندي بيبقى في التلاجة بيبقى عندي منطقة ضغط عالي وبيبقى عندي منطقة ضغط منخفض. منطقة الضغط، طب الكلام ده أنا هقيسه إزاي؟ لازم يكون عندي مانومتر أقيس بيه الضغط. طبعا ده مانومتر أقدر عن طريق بالحسابات اليدوية أحسب قيمة الضغط قد إيه، هنا الضغط الجوي، هنا الهيد أو الارتفاع، بقدر أحسب عن طريق الروجي في اف ار جي في الاتش، عن طريق معادلة أقدر أحسب الضغط. طبعا الكلام دوت بقى في أنظمة التبريد والتكييف الكبيرة، ما ينفعش إن أنا أعمل الكلام دوت ولا معادلات، لا ده أنا على طول بحط الجهاز دوت في قلب السيستم وهو في قلب اللي بيتوصل هنا بالتيوب أو بالماسورة ويقرا لي قيمة الضغط قد إيه. في عندنا جهاز تاني اسمه اللي هو بيقيس معدل التدفق الفلوريد، لقياس معدل التدفق للمرور المائع داخل الانابيب. انا مثلا عندي طبعا لو انا شغال تشيلد ووتر سيستم او التبريد بالمياه المثلجه، لا انا عايز مثلا اقيس معدل تدفق الميه قد ايه. لا ده انا حاطط مثلا ايه، انا شغال هواء وعايز اعرف الهواء ماشي بسرعه قد ايه، يبقى لازم اجيب جهاز بيقيس لي معدل التدفق. بالنسبه اللي انا عايز اقيس معدل تدفق الميه هو الجهاز اللي انتم شايفينه ده، هنا داخل التيوب وهنا خارج التيوب، وهنا بيقيس لي يقول لي ايه قد ايه.
زي مثلا العداد الموجود عندنا، عداد المية الموجود عندنا في البيت، بيقيس لي معدل التدفق ويقول لي انت استهلكت قد ايه، كم متر مكعب، كم حجم انت استهلكته، واقدر بعد كده بتحاسب على هذا الاساس. يبقى دي انظمه قياس معدل التدفق. بعد كده السرعه، انا عايز اقيس السرعه، سرعه المرور. شوف الجهاز ده، الجهاز دوت بيقيس لي سرعه الهواء، بحط دوت عند مخرج الهواء، الفنات ديت الفنه دي بتلف وبيجيب لي هنا سرعه كام متر على الثانيه. طيب نيجي بقى للجهاز اللي بعد كده، الجهاز ده مهم جدا في الكهرباء. انا عندي جهاز بيقيس لي الفولت. طبعا بيحصل عندنا ساعات اوقات مشاكل كتير في البيت، الاقي مثلا الفولت عالي الفولت قل. احنا عندنا الفولت اللي احنا شغالين عليه فولت متردد، احنا شغالين على 220 بس ممكن يطلع 240 230 210 190 180. مشكله في اجهزه بتقيس لي الفولت، الفولت اللي عندك ده قد ايه. طبعا احنا هناخد شكله وهنعرف ازاي بيتوصل وازاي بقرا قيمه الفولت. طب الجهاز ده شكله ايه واسمه ايه؟ اهو ده اسمه جهاز الفولتميتر. ده الشكل ده، ده الديزاين القديم اللي هو عن طريق مؤشر بيقف لي يقول لي قيمه الفولت بتاعك قد ايه. في بقى الاحدث منه بقى اللي هو الديجيتال، بظبطه على قراءه الفولت وبقيس. بيبقى عندي هنا جاكين بوصلهم واقدر اقيس قيمه الفولت بتاعي. بعد كده عندي زي ما احنا شايفين اهو جهاز بيبقى ليه جاكين بوصله بالفيشه بتاعتي يقيس لي قيمه الفولت. يعني انت ممكن تستخدم الجهاز ده في البيت بالشكل ده، اللي هو الجاكين بتوعته طالعين بالطريقه ديت، واحطه واقدر اقرا قيمه الفولت. ممكن تبقى قيمه الفولت كبيره، ممكن تبقى قيمه الفولت قليله. طيب زي ما خدنا جهاز الفولتميتر، هناخد جهاز او بنست الامبير او الامبيروميتر اللي بتقيس لي شده التيار. طبعا كان في منها ديزاين قديم اللي هو نظام المؤشر، اما النظام الحديث كله شغال ديجيتال. تمام. طب انا بقيس ازاي؟ بقوم فاتح الكليبس ده، بندخل انا عندي سلك الكهرباء، او مثلا لو انا عندي ثلاجه بيبقى السلك بتاعها طالع فردتين، صح؟ بقوم مدخل فرده واحده هنا، واقوم حاطط الفيشه في الكهرباء، يبقى عندي هنا سلك واحد اللي بيمر فيه ايه؟ كهرباء. يقرا لك قيمه الامبير اللي بيسحبه الايه؟ الجهاز ده. طبعا مهم جدا، في اجهزه بيبقى عندي فيها ممكن تحصل فيها مشكله، الامبير بتاعها بيزيد، ده معناه ان في مشكله في السيستم نفسه لازم احلها. طب عرفت المشكله منين؟ من قياسي للامبير. يبقى الجهاز دوت مفيد جدا، مهم جدا، بقرا قيمه الامبير وبالتالي بعرف في مشكله في الدايره او مفيش مشكله في الدايره. زي احنا ما شايفين ممكن تبقى عن طريق البنسه زي ما احنا شايفين كده ونوصلها. دي طبعا دي طريقه سهله جدا، لو احط فرده سلك واحده بدل السلكين واقرا قيمه الامبير ديجيتال على طول، يطلع لك يقول لك الامبير 1 امبير 1.5 امبير 2 امبير على طول مباشره. دي برضو بنسه امبير، بس انا باخد الجاكين بتاعتها، ادي جاك اللي هو الجاك الاسمر والجاك الاحمر، وبوصلهم في الدايره. نخلي بالنا لما بنيجي بنوصل وبنقيس الامبير في الدايره لازم يتوصل توالي مع الحمل نفسه اللي انا عايز اشوف بيسحب الامبير بتاعه. يعني مثلا انا لو عندي فردتين كهرباء طالعين مثلا من الثلاجه، بمقطع فرده واحده وموصل الجاكين، جاك بالفرده دي وجاك بالفرده اللي انا قطعتها الفرده الثانيه، يبقى انا بقطع وبوصل الجاكين في المكان اللي انا قطعت فيه بالتوالي. يعني الكهرباء لازم قبل ما تروح للحمل او لازم قبل ما تروح للجهاز تعدي على بنسه الامبير عن طريق الجاكين اللي احنا شايفينهم دول. وعندنا زي شفنا النظام، عند اللي هو النظام اللي هو الانالوج اللي هو النظام المؤشر. احنا بنقول ايه؟ الاجهزه دي كانت موجوده زمان، حته اللي هي التدريج والمؤشر والكلام ده، بالابديت واحنا عارفين التكنولوجيا ما بتقفش عند حاجه، كل شويه ينزل لك اجهزه حديثه. طبعا الكلام دوت كان قديم لان استخدم المؤشر، بس خلي بالك ان ميزه الجهاز ده اللي هو بيتوصل وبيتحط في دايره. انا عامل مثلا دايره علميه موجوده عندي في القسم، بقوم مستخدم الجهاز ده حاطط هنا الامبير بتاع الجهاز بتاعي وموصل عندي، وعندي هنا عندي الفرده الحمراء وعندي فرده صم. بس خلي بالك انت عندك هنا فردتين ايه؟ حمر. ده بقول لك والله انا اقصى حمل ليا عندي 6.1 امبير، لا انت لو وصلتني هنا 3 امبير. لو انا عايز بقى حمل كبير وهيجيب ممكن يوصل معايا ل 2 و3 امبير او موصل فرده هنا،
ومواصفة فردانية. طبعا احنا مش هنتعمق في الكلام ده، احنا بناخد النهاردة فكرة عن التخصص، عايزين نحب التخصص عشان نقدر ندي فيه. نبص مع بعض، احنا خدنا قياس جهاز بيقيس الفولت وجهاز بيقيس شدة التيار. ناخد كده فكرة بسيطة كده، احنا ممكن نطبق الكلام ده على طول اول ما نخش المدرسة في العملي، اقيس الفولت واقيس الامبير، الكلام دوت موجود هناك وبتدرسه. طب ناخد فكرة عنه، انا ده مصدر التيار مثلا الكهربي، مثلا سواء كان بطارية او سواء كان تيار متردد، ماشي، وانا عندي هنا لمبة، فانا عايز اقيس الامبير. زي ما قلت لك اي فردة من اللي راحة للحمل، انا الحمل عندي هو اللود بتاعي اللي هو الايه اللمبة، بقوم قاطع السلكة دي او الفردة دي وموصل السلكين ايه هنا في الامبير، اقدر اقيس الايه الامبير. يبقى الفرق هنا بين الامبير والفولت، انا عندي هنا الامبير لازم يتوصل بالتوالي مع الايه مع الحمل عشان يقرا لي القيمه. اما بالنسبه بقى للفولتميتر زي ما قلت لك قبل كده، لا ده بيتوصل توازي على طول، ده بيتوصل على طول بمصدر التيار الكهربي، لان ما بشوفش الفولت بتاع الايه الحمل، لا ده انا بشوف الفولت بتاع مصدر التيار الكهربي. نبص مع بعض في دوائر ممكن نعملها وتقيس لي الفولت والامبير الاثنين مع بعض. زي ما شايف كده عندي هنا مصدر التيار وعندي هنا الحمل، بقوم واخد فرده من اللي راحه للتيار او من راحه لمصدر التيار الكهربي، وعندي الفرده الثانيه من اللي راحه لمصدر التيار الكهربي، هنا اقيس الفولت. طب عشان اقيس الامبير قلت لك لازم نقطع السلك اللي راح للحمل ده، لا تقطع هنا، وتقوم موصل الامبير الفردتين بتوعته ياخدوا بالشكل اللي احنا شايفينه كده. يعني التيار الكهربي اللي جاي من المصدر عشان يروح الحمل لازم يعدي على الامبيروميتر او جهاز اللي بيقيس لي الامبير قبل ما يروح على الحمل، كده هيحسب لك الامبير اللي بيسحبه الحمل ده. موضوع بسيط جدا وموضوع اساسي 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 لازم تكون فاهمه ولازم تكون عارفه. نيجي بعد كده القدره عندي في جهاز اسمه الواط ميتر، الجهاز دوت بيقيس لك القدرة. طب انا لو مش عندي الجهاز ده اقدر احسب القدرة؟ قدرة سهلة جدا، احنا لسه دلوقتي جايبين وقلنا هنحسب الفولت ازاي، او جبنا الجهاز اللي بيقيس الفولت ده موجود جدا ورخيص ما فيهوش اي حاجة، وجهاز اللي بيقيس الامبير. القدرة حاصل ضرب الفولت في الامبير، لو ضربت الفولت في الامبير اقدر احسب القدرة بتاعتي قد ايه. طب القدرة تطلع بتاعتي بايه؟ بالوات. مثلا هديك مثال بسيط خالص، لو انا عندي جهاز سكيف في البيت عايز اعرف قدرته، عايز اعرف القدره بتاعته، هو مكتوب عليه بس انا عايز اشوف هي دي القدره حقيقيه ولا لا، اعمل ايه؟ بكل بساطه كده اقيس الفولت. انا عارف الفولت 220 في المتوسط، 220 ممكن يبقى 210 218 ده تيار متردد، 220. طب انا جبت قيمه الفولت عندي مثلا سي 220، عايز اقيس الامبير، نقيس الامبير بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها ديت. اي طرف من اللي راح للتيار الكهربي اللي جاي من الحمل او اللي جاي من جهاز التكييف ووصل واقيس الامبير، طلعت قيمه الامبير بتاعي، اضرب قيمه الامبير في الفولت هيديني القدره، تطلع لي القدره بايه؟ بالواط. طب انا بقى مثلا انا شغال بقى في وحدات كبيره، وحدات عمليه، وما ينفعش الكلام ده اللي انا اقعد اقيس فولت واقيس امبير وكلام، انا عايز جهاز على طول يقول لي بص القدره بتاعتك كذا واط. هو ده الجهاز الموجود قدامنا، هو جهاز هنا بس هنا بيقيسها لي بالكيلو وات، بالكيلو وات. زي ما قلت القدره حاصل ضرب الفولت في الامبير. كويس جدا، خلصنا الجهاز اللي بيقيس القدره. بعد كده عندي اقيس المقاومه، جهاز بيقيس المقاومه. هو ممكن يكون جهاز الفولتميتر اللي هو بيقيس الفولت، بس انا بغير التدريج بتاعه وبخلي المؤشر على قراءة المقاومة. طب انا بستفاد ايه من قراءة المقاومة؟ في بعض الاجزاء الالكترونية اللي موجودة بدرس بشوف المقاومة بتاعتها مظبوطة ولا لا، ممكن تبقى مقطوعة مش هتديني مقاومة. في بعض الملفات بقدر اقيسها، مثلا هناخد حاجة اسمها الريلي، هناخد فيه ملفات تشغيل، ملفات تقويم، الكلام دوت موجود في الكمبريسور او موجود في الضاغط، باجي اقيس. طب بقيس بايه؟ عايز اعرف الملف ده سليم ولا لا، اقيسه بايه؟ اقيس المقاومه، لو لقيت ليه مقاومه ده كده السلام الملف ده كده مظبوط،
طب هديك مثال بسيط خالص. انا مثلا عندي حته السلك، عايز اعرف السلك دي موجوده جوه مثلا مجرى، عايز اعرف ان السلك ديت هل البدايه متوصله بالنهايه يعني سليمه ولا مش سليمه. اقيس ايه؟ اقيس المقاومه. اقيس المقاومه، لقيت فيه مقاومه ده معناه ان السلك ده سليم. لو السلك دوت مقطوع ده معناه ان مفيش مقاومه فيه، وده معناه ان هو مقطوع وكده انا اختبرته. ودي اختبارات كتير هنتمها في موضوع العملي. اقيس المقاومه، اقيس عندي ملف التشغيل، ملف التقويم، اقيس عندي ريلي، اشوف الملف بتاعه سليم ولا مش سليم. فقيمه المقاومه، وكمان بتفيد الموضوع ده في الالكترونيات اكتر بكتير. شغلهم كله معتمد ان انا اقيس واشوف الحاجات دي موصله ولا مش موصله. اما في شغلنا احنا في العملي لا، هتفيدنا زي ما بقول لك كده. عندي مثلا بعض الاجزاء الالكترونيه الموجوده عندي في دائره التبريد، زي عند الريلي، عند الاوفرلود، عندي ملفات التقويم وملفات التشغيل اللي موجوده في الكمبروسر، عايز اشوفها شغاله ولا لا، مقطوعه ولا لا، ملحومه كلها مع بعض ومتحمصه ولا لا. كل ده اقدر اجيبه عن طريق اللي انا اقدر اقيس الاوم. موضوع بسيط جدا، عشان كده قلت لك ماده اجهزه القياس ماده مهمه جدا جدا جدا، هتفيدك في الشغل بتاعك، هتفيدك بكل المقاييس. تيجي تشتغل بره في السوق الجهاز ده لازم يكون معاك، لازم يكون معاك، هيفيدك وتقدر تختبر بيه. فماده الاجهزه القياس مش ماده احنا مجرد ان احنا نذاكرها ونحفظ كلمتين ونخش الامتحان نحطهم، لا، دي هتفيدك في الناحيه العمليه. عشان كده انا بقول لك استفاد بكل حاجه نظريه. انت دخلت النظري ودخلت وشفت الجهاز الفولتوميتر وعرفت بيعمل ايه وبتوصل ازاي، انزل في العملي فين جهاز الفولتوميتر؟ ادي الجهاز اهو، واختبر بيه واشتغل بيه واتعلم عليه. لازم الفتره الثلاث سنين اللي انت بتاخدهم في الصنايع قسم التبريد والتكييف استفاد بكل معلومه، وطبق الكلام دوت عملي. عملي زي ما قلت لك كده، اي فني في الدنيا بيتقاس بايه؟ بكميه المعلومات اللي هو عنده، قدرته ايه؟ يقدر يعمل ايه؟ لما اجي اشغل حد عندي اجيب واحد خايب ولا اجيب واحد شاطر؟ ما هو كده كده ده هياخد فلوس وده هياخد فلوس، لا، اجيب واحد شاطر. الحمل الماسوره ديت، واحد الحمل تمام تمام، واحد يجي بيتعلم لسه، لا، انا محتاج واحد شغال بالفعل يجي يكسبنا على طول. هي دي الميزه بين الشخص والشخص. انا دخلت حياتي عرفت اتعلم وعرفت ادرس وعرفت ناحيه علميه، سبقت ناس كتير، هو ده اللي بيخليك تختلف عن ناس كتير. انا بحمسك لشغل التبريد والتكييف، ما تستناش، اشتغل او تبدا الدراسه، اتعلم، ما تسيبش حاجه عمل غير لما تعرفها. نكمل بقى موضوعنا، خدنا المقاومه، بعد كده هنشوف سرعه الدوره. بقيس سرعه الدوره، الجهاز اللي بيقيس سرعه الدوره دوت اسمه ايه؟ اسمه التاكوميتر. الوحده بتاعته بالمتر على ثانيه. طب شكله هو ده الجهاز، شوف الجهاز عامل ازاي. انا عندي هنا ده كلنا شايفين ده ايه؟ ده محرك، محرك. وهنا عايز اقيس سرعه دوران المحرك، هل هو سرعه عاليه، سرعه قليله، سرعه بطيئه؟ اقيسه ازاي؟ بالجهاز اللي احنا شايفينه ده. شوفوا مجرد اللي انا عملت عليه شعاع بس كده جاب لي سرعه دورانه قد ايه، او احط البنز اللي قدامي ده كده فيه ويجيب لي سرعه دورانه قد ايه. الوحده بتاعته متر على ثانيه. عشان كده جينا نتكلم يا جماعه موضوع الوحدات، موضوع مهم جدا. في فرق لما بتكلم في كتله، بتكلم في سرعه، بتكلم في طول، لازم عن طريق الوحده انا عارف انا شغال ازاي. طيب كده هنخش بقى ايه، ناخد شغل من الامن الصناعي. قبل ما نتكلم على الامن الصناعي نتكلم في موضوع مهم جدا. الامن الصناعي ده انا بدرسه ليه؟ هيفيدني بحاجه؟ انا بقول لك الشركات اللي شغاله في السوق او المصانع لازم يبقى عندها جزء او قسم امن صناعي. ليه؟ عشان خايف على العمال اللي عنده، اكيد خايف، وبرضه خايف على اكل عيشه. ازاي؟ انا كفني انا برغمك وبجبرك ان انت تتبع الامن الصناعي. ليه؟ انا مثلا انا عايز لك الضرر، ليه اتبع الامن الصناعي؟ هديك امثله للموضوع ده. انا عامل شغال مثلا في مصنع، شغال في مصنع وبتبع الامن الصناعي. طب عندي غيري ما بتبعش الامن الصناعي، يعني مثلا من حاجات اللي انا بتبعها في الامن الصناعي مثلا البس الخوذة، الجوانت، البالطو، الحذاء، السيفتي بتاعي. طب انا مثلا مشيت في القسم عندي او مشيت
في المصنع اللي انا شغال فيه مش لابس خوذه، ممكن حاجه تقع من فوق وقعت عليك خبطتك، عملت ايه؟ على المستشفى، قعدت في البيت. مين اتأذى في الموضوع ده؟ ثلاثة. أول واحد العامل اللي قعد في البيت، الألم اللي جاله في المستشفى، قعد في البيت ريح أكل عيشه. مين تاني اتأذى؟ المصنع. ما أنا عندي خط إنتاج، أنا مشغلك عشان أنا محتاجك، أنت لما مشيت فجأة سبت لي مكان فارغ، ده مشكلة. هأثر الإنتاج بيك؟ أه هيتأثر الإنتاج. طب بعد كده عندي الفني وعندي المصنع، الاتنين اتأثروا. تالت واحد صاحب المنشأة نفسه، صاحب المصنع، لما الانتاج اتأثر ما انا عندي مصدر الرزق بتاعي او مصدر الفلوس او الكلام ده هيقل معايا، يبقى مشكلة من التلاتة. عشان كده موضوع الامن الصناعي موضوع خطير جدا ومهم جدا، وحماية لينا، حماية لينا، حماية بكل المقاييس. كل الشركات وكل المصانع اعتماد اساسي على السيفتي، لازم تتبع القوانين هناك سيفتي. طب هندرس ايه مع بعض في موضوع الامن الصناعي؟ نبص كده مع بعض. اول حاجة الترتيب والنظافة. ايه الترتيب والنظافة؟ لازم المكان بتاعي يبقى مرتب ونظيف. هديك مثال بسيط، انا ماشي مثلا عامل في المصنع، المكان مش نظيف، في زيت على الارض، في رايش على الارض طالع من المكان، الكلام دوت يؤدي الى ايه؟ انا ماشي اتزحلقت، ايه اللي حصل لي؟ انا اتعورت، انا قعدت في البيت. عشان كده لا، لازم الارضيه تبقى سليمه نظيفه، مرتب حاجتي كويس جدا. تاني حاجه ترتيب الماكينات داخل مكان العمل، لازم تترتب ترتيب كويس جدا بحيث انا كعامل اقدر اتحرك يمين شمال ادخل. لا، ما عندك في مكان بيبقى شغال في حاجات حاده، ممكن احنا نتعور او ممكن تحصل لنا اي اصابات. لا، لازم نبعد عن الموضوع ده ويترتب ترتيب الماكينات ترتيب صحيح. بعد كده الاخطاء الناجمه من استخدام العدد اليدوي. طبعا لما باجي استخدم عده يدويه لازم استخدمها صح، احطها في المكان الصح، احطها بطريقه صحيحه، لاني عندي بعض العدد اليدويه بتبقى حاده، ممكن اجي اخد عده وانا حاططها بطريقه غلط تعورني، تجيب لي اصابه، تعمل لي مشكله. فلازم ترتيب العدد اليدويه لازم يبقى بشكل صحيح وابقى مهتم بيه. الاحتياطات الواجبة عند تخزين بعض المواد، طبعا نقطة مهمة جدا. مثلا احنا هنشوف الكلام دوت في ايه. مثلا لما اجي اخزن اسطوانات فريون، ما ينفعش اخزنها مثلا في غرفة المقابلة للشمس، ارتفاع درجة حرارة، انا عندي اسطوانات فريون ضغطها عالي جدا، ما ينفعش. لازم اكون انا مصحصح وعارف انا بعمل ايه وانا بخزن بعض المواد. هندرس مع بعض الحرائق اللي هم الثلاثة اللي هو فين، عندي نوع أول ونوع ثاني ونوع ثالث، كيفية إخماد الحرائق. الموضوع ده مهم جدا، لأن مثلا لو شغال في مصنع خشب وحصل حريقة ليه بعض المواد اللي أنا هطفيه بيها، لو أنا شغال في مصنع زيوت وحصل حريقة ليه بعض المواد اللي أنا هطفيه بيها غير الخشب، لو أنا شغال في مصنع ورق برضو ليه مواد أقدر أطفيه بيها، كل حاجة وليها المواد بتاعتها اللي تقدر أخمدها. لو انا شغال مثلا وعندي في حاجات الكترونيه وكهرباء وكلام ده في مكان فيه كهرباء وحصل فيه حريق، ما ينفعش اجي اطفيها بالميه، الموضوع ده انت كده بتعمل مشكله اكبر. فبي بعض المواد عشان اقدر اخمد بيها الحرائق، والكلام ده لازم ادرسه صح. زي هنا طفايات الحريق وانواعها، كل طفايه وليها انا اقدر دي استخدامها، انا هستخدمها في ايه ودي هستخدمها في ايه. وهندرس مع بعض في الامن الصناعي مخاطر الكهرباء، دي موضوع مهم جدا. انا داخل مثلا على لوحه فيها كهرباء، لازم انا العدد بتاعتي تبقى معزوله، لابس جوانتي، عشان انا ما اقدرش اعمل مشكله. مشكله الكهرباء مشكله بتبقى صعبه جدا. اخر نقطه عندي الاسعافات الاوليه. طبعا مش هقول لا اسلمها على الله ما فيش حاجه هتحصل، لا، لازم اكون عندي شنطه اسعافات اوليه عشان اقدر اواجه بيها اي مشكله ممكن تحصل، ما اسيبش الموضوع كده. فماده الامن الصناعي زي ما اتكلمت فيها شويه نقط مهمين جدا هيفيدونا في سوق العمل. عندي مادة اسمها مبادئ كهرباء. احنا طبعا زي ما اتكلمت النهاردة بتكلم في مقدمة وبدي اجزاء منها. احنا هندرس ايه في المادة ديت؟ هندرس ايه في التخصص بتاعنا؟ زي ما اتكلمت احنا في الصف الاول عندك في مواد تخصص اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم تقريبا ست مواد هندرسهم مع بعض. وعندي في بقى المواد اللي هي ثقافية اللي هي العربي والرياضة والكلام ده،
بس انا بتكلم في ناحيه بتاعتي الناحيه اللي تخصني اللي هي مواد التخصص. من ضمن مواد التخصص ماده اسمها مبادئ كهرباء. انا بتكلم معاك وباجي اقول لك انت تشتغل في ثلاجه او في جهاز تكييف، هو جهاز التكييف ده كله ميكانيكي؟ لا طبعا، في اجزاء كهربائيه وبتعامل مع الكهرباء وبوصل له كهرباء وبحتك بالكهرباء. يبقى عندي من اساسيات المواد الموجوده عندي لازم ادرس موضوع الكهرباء. طب ايه اللي هندرسه في الكهرباء او في ماده الكهرباء؟ نبص مع بعض. اهميه الكهرباء في حياتنا، طبعا كهرباء مهمه جدا جدا جدا. احنا عكس العصور اللي فاتت كلها، شوف حياتنا من غير كهرباء تبقى عامله ازاي. انواع التيار الكهربي، عندي فيه تيار مستمر كلنا عارفين الكلام ده، تيار متردد. تيار مستمر اللي هو التيار بيبقى خاص بالبطاريه، او التيار المتردد اللي هو موجود في البيوت عندنا. زي ما اجي اقول لك انت مثلا بتقيس الكهرباء عندك 220 فولت، لا ده انا ممكن اقيسها في مره عليها 210 فولت، عليها 205، عليها 230، ده اسمه تيار متردد مش ثابت. التيار الثابت اللي هو التيار بتاع البطاريه، لو انت عندك بطاريه مثلا البطاريه اللي هي الجافه اللي انت مثلا بتحطها في الموبايل او انت اللي بتحطها بتشغل باي حاجه، لو جيت تقيسها في اي وقت هي تديك نفس الفولت، الفولت مش هيتغير، اسمه مستمر. بعد كده دراسة التيار المتردد أحادي الأوجه. إحنا عندنا تيار متردد أحادي الأوجه وعندنا تيار متردد ثلاثي الأوجه. الكهرباء اللي شغالة عندنا مثلا أنا بشغل عندي التلاجة الغسالة الكلام كل موجود في البيت ده أحادي الأوجه. أما بقى في الحاجات الكبيرة والشغل الكبير بستخدم الثلاث أوجه. مثلا لو عندي مثلا بشتغل على محركات بشتغل على محرك ثلاث أوجه، بيختلف على أحادي الأوجه لأن الثلاث أوجه بيشتغل على 380 فولت، أما الأحادي الأوجه بيشغال على 220. في الثلاث اوجه بيبقى عندي توصيلتين، بيبقى عندي في توصيله نجمه اللي هي الستار او توصيله، بيبقى عندي نجمه وعندي ستار، عندي دلتا وعندي نجمه. هي دي التوصيلتين اللي موجودين عندي في محرك الثلاث اوجه، وقلت لك الفرق بين الثلاث اوجه والاحد اوجه، الثلاث اوجه 380 فولت، اما الاحد اوجه 220 فولت. موضوع مهم جدا، جزء الكهرباء ده هيفيدنا السنه دي والسنه الجايه والسنه اللي بعدها. شغلنا في المحركات يعني هتبتدي سنه ثانيه ان شاء الله، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم محركات احادي وثلاثي، فلازم اكون انا دلوقتي باخد فكره عن الموضوع كله عشان اقدر اتعايش مع الموضوع. بعد كده هنتكلم على انواع المفاتيح الكهربيه، قانون اوم وقوانين حساب شدة التيار. قوانين بسيطة جدا هندرسها مع بعض. آخر حاجة دراسة الأسلاك الكهربية وأنواعها. بعد كده هخش في مادة اسمها مادة خامات. ليه أنا بدرس مادة خامات؟ أنا عندي بتعامل مع خامات موجودة عندي مثلا، أو بتكلم على جهاز تكييف أو بتكلم على تلاجة موجودة في البيت. إيه الخامات الموجودة فيه؟ ده عندي صاج وعندي نحاس وعندي الموني، كل الحاجات دي موجوده فيه. انا عايز ادرس بقى ماده الخامات، ادرس الحاجات دي، ادرس الكثافه دي قد ايه ودي كثافه دي انتقال الحراره بتاعها قد ايه. يعني مثلا هديك مثال الثلاجه اللي في البيت عندي. البودي بتاعها بيصنع من ايه؟ بيصنع من الصاج، ما ينفعش اصنعه من الحديد. طيب نيجي بقى نمسك المواسير. مواسير التبريد عندي، انا مثلا بتكلم على الكوندنسر اللي هو المكثف اللي هو تاني جزء اساسي موجود في الدايره، بتصنع المواسير بتاعته بتصنع من الحديد، بتصنع من الحديد او من النحاس. عندي جزء اسمه الايفابوريتور اللي هو المبخر اللي هو الجزء الاساسي والرئيسي في دايره التبريد اللي بتعتمد عليه عمليه التبريد كلها، ده بيصنع من الالومنيوم او يصنع من النحاس. شوف احنا بنتكلم في ايه، اهو ده انا عندي صاج وعندي حديد وعندي نحاس وعندي الموني، وبدرس انا مثلا انا بصنع الكوندنسر او المكثف بيصنع من الحديد او من النحاس. طب ليه مش اصنعه من الالموني؟ الالموني خفيف جدا مش هتستحمل الضغط اللي موجود في الكوندنسر، الكوندنسر الضغط فيه بيبقى عالي جدا، فمواسير الالمونيا ما تستحملش. فانا بدرس دلوقتي ده معامل انتقال الحراره قد ايه ودي كثافته قد ايه، كل الحاجات دي بدرسها في ماده اسمها ماده خامات. زي ما قلت لك كل ماده من المواد الموجوده عندنا ليها اهميه قصوى عندنا، مش اي ماده كده وخلاص. في مواد التخصص اهتم بيها كتير جدا عشان هتفيدك في الناحيه العمليه.
طب ايه اللي هندرسه في ماده الخامات؟ نبص مع بعض. هنصنف الخامات المستخدمه في مجال التبريد والتكييف. زي ما قلت لك عندي في خامات ممكن تبقى مصنوعه من نحاس، من الحديد، من الالومنيوم، من الصاج. الحاجات دي كلها هندرسها مع بعض. عندي المواد العازله للكهرباء، هندرسها مع بعض. مركبات التبريد، مركبات التبريد من العناصر الاساسيه والرئيسيه في التبريد او في دائره التبريد. ما ينفعش دائره التبريد ما فيهاش مركب تبريد. ليه؟ لان مش هيحصل تبريد ولا تكييف. كل الموضوع معتمد على مرور مركب التبريد في الدائره. مرور مركب التبريد في الدائره بيجي في منطقه بيتكثف فيها اللي هو في الكوندنسر، وبيجي في منطقه بيتبخر فيها اللي هو في البريد. مركب التبريد لما برفع ضغطه بيكثف، ولما بقلل ضغطه بيتبخر وبيسحب الحراره من حيز المحيط فيه، وهكذا بيتم عمليه التبريد. فدراسه مركبات التبريد مهم جدا. طب هو عندنا مركب تبريد واحد؟ لا، ده احنا عندنا مركبات تبريد كتير. عندنا مركب تبريد فريون 11، فريون 12، فريون 22، فريون 134 ايه، فريون 410 ايه، فريون 500. كل فريونات كتير، بس كل واحده ولها استخدام. يعني مثلا انا بتكلم على ثلاجه منزليه بشحنها بتكييف 22؟ لا طبعا، اشحنها لاما الثلاجات القديمه كانت بتشحن بفريون 12 اللي هو فريون هو بدا اللي احنا انقرض خالص ونشيله ونحط بداله بديل فريون 134 ايه. دي بالنسبه للفريونات. جهاز التكييف اشحنه بايه؟ لاما بيشحن بفريون 22 او 410 ايه اللي هو صديق للبيئه. هنتعرف ان في بعض الفريونات عاده مضره بطبقه الاوزون زي فريون 12، وده احنا خلاص اتمنع خلاص. وعندنا فريون 22 ودي محطوط فيها سياسه اللي هو على 2030 يتمنع فريون 22 والبديل بتاعه اللي هو موجود دلوقتي وشغال اللي هو فريون 410 ايه. فماده مهمه جدا اللي انا ادرس ايه مركبات التبريد وايه ميزه كل واحد واستخدام ده كل واحد فين. ماده زي ما بتكلم مش اي ماده خلاص احنا بندرسها، لا. بعد كده هنتكلم على انواع مركبات التبريد زي ما قلت لك. بعد كده خصائص مركبات التبريد. بعد كده تطبيقات مركبات التبريد. انا هستخدم مركبات التبريد هستخدمها في ايه؟ انا هستخدمها في مثلا في ثلاجه، في جهاز تكييف. طب انا هستخدم فريون ايه؟ هندرس الكلام ده كله مع بعض. طبعا الزيوت المستخدمه في مجالات التبريد والتكييف طبعا موضوع مهم جدا. لان ما فيش عندي كومبريسور او ما عنديش ضغط ما بقاش فيه زيت، عندي فيه احتكاك. ما دام في احتكاك لازم يبقى في عندي زيت، ومش اي زيت يكون موجود. من المواد الموجوده عندي رسم فني. ماده الرسم الفني ماده زي ما بقول لك ماده كلها تخيل، ماده ممتازه جدا. زي ما بقول لك الرسم الفني مطبق معانا في الدبلوم في سنه اولى، في سنه ثانيه، في سنه ثالثه. رحت كملت ربنا كرمنا ودخلنا معهد فن صناعي، هتلاقيه في سنة أولى وفي سنة تانية. ربنا كرمنا ودخلنا كلية، هتلاقيه موجود عندك سنة أولى وسنة تانية وسنة تالتة. يعني مادة مرتبطة معانا، مادة كويسة جدا. دخلت هندسة هتلاقي المادة موجودة معاك، رسم فني أو رسم هندسي. اللي هما بياخدوه هناك احنا بناخد جزء منه، بس احنا بنتعلم هنا في الأساسيات والبديهيات، وبعد كده بنبدأ نعلى واحدة واحدة. أديك مثال، بديك منظور مثلا لقلم زي كده، بقول لك ارسمه لي، هتقول لي من فوق شكله عامل ازاي ومن الجنب عامل ازاي ومن الجنب التاني ده عامل ازاي. اقدر اتخيل المنظور دوت واقوم رسمه لك بالابعاد اللي انت هتقول عليها. جايب لك مثلا القلم ده وبقول لك ارسمه لي من الناحيه دي ايه ومن فوق انت شايفه ازاي. هو ده الرسم عندنا. هنتعلم فيه الاول الرسومات اللي هي البسيطه زي ترسم مسدس وزي ترسم مخروط، ونتعلم الحاجات الهندسيه اللي هي البسيطه خالص في الاول دي، وبعد كده نخش على ايه المنظور والمساقط. فماده لذيذه، ماده ما فيهاش حفظ طبعا، كلها تخيل. لازم اتخيل الشكل بيبقى عامل ازاي عشان اقدر ارسم. طبعا في الرسم بتبع قواعد، لازم انا بستخدم لوحه وبرسم عليها، لازم اللوحه دي تبقى نظيفه، محتاج السيكه تكون نظيفه، قلم رصاص سن رفيع، قلم رصاص سن تخين، مسطره نظيفه، وابدا كل شويه انظف المسطره عشان انا ما اوسخش اللوحه. لازم اللوحه بتاعتي تبقى نظيفه. الكلام ده كله هنتعلمه مع بعض في ماده الرسم الفني، ونتبع ان شاء الله تبقى اول حلقه في الرسم الفني. لازم نتبع القواعد الرسم عشان اطلع رسمه كويسه، رسمه ما فيهاش اي مشاكل،
لازم ابقى اتعلم من البدايه، ابقى نضيف وانا برسم، رسمتي تطلع كده بتتكلم عني. طب هندرس ايه مع بعض في الرسم الفني؟ نبص كده مع بعض. هندرس كل، طبعا في البدايه هناخد ادوات الرسم الهندسي. عندي لوحه الرسم، قلم رصاص، مسطره، برجل، الحاجات ديت اساسيات بتبقى موجوده معايا وانا رايح حصه الرسم بتاعتي. هندرس مع بعض ازاي اعمل خطوط واشكال هندسيه. هنتعلم مع بعض مقياس الرسم، تصغير او تكبير. بيجي يقول لك مثلا في رسمه معينه ارسم لي ده بمقياس 2:1 او 1:2، ده معناه ايه؟ لما اجي اقول لك ارسم لي ده بمقياس 1:2، 1:2 يعني معناه انا هكبر للضعف، يعني الواحد هيبقى 2، الاثنين تبقى 4، الاربعة تبقى 8، اي خطوط معايا عندي هكبرها بالنسبة اللي انا اقول لك عليها. طب اقول لك 1:3 يعني انا هكبرها 3 مرات، يعني انا مثلا عندي لو 2 سنتي المقابل بتاعها هيبقى 6 سنتي، بكبر ل3 اضعاف. ده لو بمقياس رسم من 1:2 او من 1:3، كلام كويس جدا. طب دوت لو انا بقول لك من 1:2، طب من 2:1 ده انا عايز اصغر، انا بديك ابعاد كبيره ومطلوب منك ان انت ترسم لي الرسمه دي بس بابعاد صغيره. طب صغيره بمقدار قد ايه؟ هو بيقول لي 2:1 يبقى انا هصغر النص، يعني انا مثلا لو عندي خط مثلا 10 سنتي لما اجي ارسمه في اللوحه عندي هيبقى 5 سنتي. طيب لو قال لي مثلا 3:1، 3:1 واداني الخط عندي 6 سنتي لما اجي ارسمه في اللوحه عندي هترسم قد ايه؟ 2 سنتي. شاطر صح كده؟ يبقى انا على مقدار، ودي طبعا اساس لازم تيجي معايا، يجيب لك ابعاد كبيره ويقول لك ارسمها لي بابعاد صغيره، بس اللغه بينا يقول لك بمقياس رسم كذا 2:1، 3:1، دي اللغه اللي انا وانت هنفهمها مع بعض معايا. طبعا هنكمل مقياس الرسم، طريقة رسم الأشكال الهندسية. عندي مسدس، مخمس، مماثل الدايرة، قطع ناقص، مخروط، وارسم مساقط الأشكال الهندسية. زي ايه بقى؟ اديني كده حاجة كده، رسم المنظور واستنتاج المسقط التالت، اديني كده رسمة كده أبدأ افهم اللي انت بتقوله. عندي رسمة زي كده، بيجيلي المنظور ده، ده 2 مخروط جوه بعض بالشكل ده. اجي اقول لك ايه؟ لا انا عايز بقى الرسمه دي ترسمها لي، تجيبها لي من الجنب عامله ازاي، ومن الوش عامله ازاي، ومن فوق لو انا بصيت عليها من فوق عامله ازاي. هنتعلم مع بعض نطلع الكلام ده ونحطه هنا في مسقط. وممكن يجيب لك مسقطين، واحد زي الاثنين زي دول الجانبي والافقي، يجيبهم لك الاثنين جنب بعض ويقول لك ايه؟ ارسم لي المسقط مثلا الراس، ارسم لي المسقط، يجيب لك 2 ويجيب لك استنتاج للتالت، يجيب لك الاثنين دول وتستنتج ده، او يجيب لك الاثنين دول وتستنتج ده. موضوع كله تخيل، كله تخيل. طبعا احنا كده اتكلمنا على بعض المواد اللي احنا موجوده عندي في الصف الاول، خامات، ماده كهرباء، مادة تكنولوجيا عامة، بس دي احنا هنسيبها دلوقتي خالص. واتكلمنا على مادة عندي رسم فني. بعض المواد زي ما قلت لك كده، المواد مهمة جدا ومواد دسمة جدا وهتفيدنا جدا الفترة الجاية في شغلنا وفي الناحية العملية بتاعتنا. فخدنا كل مادة بتتكلم عن ايه باختصار. المادة الخاصة بينا مادة اسمها تكنولوجيا عامة، دي هنشتغل فيها ان شاء الله الفترة الجاية. مادة تكنولوجيا عامة، مادة زي ما اتكلمت في أول حلقة، مادة دسمة، كل نقطة فيها مهمة جدا، فيها بعض النقط تعتبر زي أكنها مواد. يعني مثلا هيت ترانسفير، لو انتقال حرارة عندي جزء انتقال حرارة، في فلويد عندي جزء فلويد، عايز أقيس معدل التدفق جوه الأنابيب عندي جزء، أشوف معدل السريان والكلام ده وتاخد معدل الاستمرارية وأقدر أحسبه بقوانين. فعندي المادة مادة دسمة، مادة زي ما بقول لك فيها مجموعة معلومات كويسة جدا وهتفيدك في الناحية العملية. زي ما اتفقنا في أول الحلقة يا جماعة، خلي بالك
العمل بتاعك، قوي نفسك، ذاكر، وربنا يصلح حالنا ان شاء الله ويصلح حالك واشوفك كده في اعلى منصب ان شاء الله. كده في نهايه الحلقه بتاعتنا، اشكركم جدا والى اللقاء، اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.